بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح مكيف بنكول الدولابي. تمام، هذا زر تشغيل والطفي. تمام، وهذا شورت كت. ده بيزبط المكيف على 26 مع المروح، مع الاوتوماتيك المكيف حار بارد. يعني انت اذا خليته 26 واحنا في فصل الصيف بيكون المكيف بارد، اذا كنا في فصل الشتاء بيكون المكيف حار تلقائيا لما تلاقي الاوتو دي. طيب عندنا زر المود، هذا المود اللي هو الخاص بالنظام، تحبه بارد ولا حار ولا حق رطوبة ولا مروحة. بس قلنا الاوتو ده ما بين الحار والبارد، كده ضغطة واحدة بيدينا كول يعني بارد، ضغطة كمان بيدينا دراي حق الرطوبة. إذا كان في مناطق ساحلية على البحر ولا ده بيكون الرطوبة عالية فيها، فده بيسحب الرطوبة ويبرد المكيف معك. وضغطة تاني بيديك هيت اللي هي الحار، بيشتغل المكيف حار في فصل الشتاء. ضغطة تاني بيشتغل فان مروحة فقط، الكمبريسر بره ما يشتغل. فاحنا الآن في فصل الصيف بنخليه على كول. عندنا تايمر، ده اللي هو تحب تشغله نص ساعة ولا ساعة ولا معك على طول. تمام، تايمر اون وتايمر اوف، يطفي بعد كام مثلا نص ساعة ولا كده، بتظبط على راحتك. طول ما العلامة اللي فوق دي يعني في تايمر موجود معاك لين 24 ساعة ويطفي كده اصفار. ونخلي اللي فوق برضو اصفار، يشتغل بعد، عايز يشتغل بعد 6 ساعات ونص. تمام، 7 ساعات يشتغل اوتوماتيك لوحده. تمام، بعد 24 ساعة يشتغل برضو على راحتك. تمام، تايمر اون يشتغل المكيف بعد 7 ساعات 6 ساعات على حسب ما تظبط. تايمر اوف يطفي بعد كام، بعد 6 8 ساعات على راحتك، يطفي اوتوماتيك المكيف. عندك زر مكتوب عليه فان، فان دي درجات دفع الهواء، ومن هنا بتبان معك. ما يكونش فيه شرط زي كده، بيكون اوتوماتيك. اوتوماتيك يعني لو يوضع على حسب ما المكان يحتاج، اذا المكان حار بتكون المروحة على اعلى سرعة، اذا المكان وسط وهكذا. اذا حبيت انت مثلا تخليه على واحد زي كده علامة، دي بتكون على اوطى شيء، اخفض شيء للمروحة. تمام، كده 2 بتكون وسط، وكده 3 اقوى شيء في المروحة. تمام، عندنا سوينج، الريشة اللي فوق وتحت تطلع وتنزل. تمام، افقيا دي هنا زرين، ده زر وده زر. تمام، كده بتطلع وتنزل. طبعا ضغطة بتشغلها وضغطة بتقفلها، وده عندك دايركت بتضغط عليه في موزعات يمين ويسار افقية. تمام، بتدوس عليها بتشتغل، بتدوس عليها بتطفيها. عندنا اسليب مؤقت وضع النوم. مؤقت وضع النوم ده كله يعني اغلب الناس ما تعرف عنه حاجة. مؤقت وضع النوم، انت مخلي المكيف على 24، كل 26 مثلا، كل ساعة بيخفض درجة. يعني 26 بعد ساعة طبعا بالليل بيبقى مثلا 27، وهكذا يقعد يطلع معاك، بيقعد لحد 28. دوسة بتشغل ودوسة بتطفي. وعندنا تم بدا درجات الدفع، ده برضو زرين فوق وتحت. تمام، بتنزل من هنا وتعلي من هنا. طبعا كل لما بننزل تحت البرودة تزيد، كل لما ننزل تحت البرودة تزيد، وكل لما تطلع البرودة بتخف. انا بفضل من 22 ل 24 بيكون درجات كويسة، المكان بيكون بارد والمكيف يشتغل ويفصل. ده كده شرح كامل للريموت، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.